جينا بقى في رحلتنا للمطبخ، والنهارده هنعمل حاجه يامي بشكل مش عادي. مين يحب ياكل شوكولاته؟ انا. ومين بيحب يساعد مامته في المطبخ؟ انا. طب مين عايز يتعلم حاجه يعملها مع مامته في المطبخ؟ انا. ماشي، بس اهم حاجه احنا دايما لما بنيجي نقف في المطبخ ارجوكوا والنبي اللي بيتعلم حاجه جديده يجربها جدا وكل حاجه، بس يبقى بينظف وراه، عشان احنا مش بنساعد ماما في ان احنا نعمل اكله ونقوم خارجين من المطبخ سايبين كل حاجه فوق بعضها، احنا كده ما نبقاش ساعدناها، صح ولا غلط؟ صح. ماشي، هنشوف بقى هنعمل ايه النهارده. النهارده هنعمل شوكولاته بالسوداني والعجوه. عارفين قد ايه دي بتدي باور وانرجي؟ عارفين؟ قادرين تتخيلوا؟ جواه فيتامين؟ كل جواه فيتامينز طبعا، وجواه ايه كمان؟ افتكروا ايه؟ بتعمل ايه بقى؟ يعني مثلا العجوه دي فيها والسوداني مع بعض كده، الوجبه دي فيها دهون، الدهون الصحيه، احنا طبعا ما بنسمع دهون بنتخض، بس دي دهون صحيه، بتدي طاقه مفيده جدا للقلب وللاعضاء علشان تكبر كده وتبقى بتتقوى، ومفيده برضو للاطفال اللي عندها مثلا رفيعين قوي 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 مش عارفين يتخنوا شويه، ممكن نعمل لهم الاكله دي يبقى بتفيدهم وبتغذيهم، وكمان بتبقى ديليشس بقى طعمها حلو قوي قوي قوي، وطبعا في الشتاء بتدفي دفه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى هنحط دي طبعا كده تسخن. دي ايه؟ عجوه. دي عجوه. طب ما تعلي صوتك يعني بتقولي لي في ودني ليه؟ دي ايه؟ عجوه. عجوه ماشي. وده ايه؟ كاكاو. كاكاو، برافو، ايه الحلاوه دي. وده ايه؟ لبن. لبن. وده ايه؟ زبده. فانيليا. ودي شوكولاته خام متسيحه. وده ايه بقى؟ حد يقول؟ سوداني. سوداني صح، سوداني اللي هو ايه؟ مطحون، طحنينه كويس قوي. خلاص هنعمل ايه؟ هنحط اول حاجه العجوه بتاعتنا. ايه رايك تساعديني؟ يلا نحط لك العجوه. اوكي ماشي، ونحط لبن عشان ايوه. سامع الصوت؟ سامعين الصوت؟ ماشي، نقعد بقى نقلب في العجوة، نقلب في العجوة، نقلب في العجوة لحد ما يبان لها صاحب. أيوة كده أهو، ونزود في اللبن. بس طبعاً 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 بالنسبة لك أنت كمان بالذات يا أستاذ آدم، إحنا ما ينفعش أبداً 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 إن إحنا نخش المطبخ أو إن إحنا نحط حاجة على النار من غير لما ماما تبقى واقفة جنبنا. أو بمعنى أصح يعني ماما هي اللي تبقى واقفة على النار، بس احنا هنساعدها في بقية الحاجات. بس انا طبخت معايا وانا صغنن. طبخت معايا وانت صغنن؟ طبخت ايه احكي لي؟ اكيد بيض. اكيد ايه؟ ما تساعدي، خدي هاتي واحدة. بيض وايه كمان؟ بس كده. خدي دي وهاتي، لا خدي دي واديني دي. يلا. بيض عملته ازاي طيب؟ بجد مامي ساعدتني وهي اللي حطت وانا ساعدتها في حاجات يعني. اوكي بس كده. ماشي، طب انت هتعرف تعمل لها دي في البيت؟ احنا مش عندنا اساسا ده. مش عندكم ايه؟ ما انتوا عادي ممكن تشتروا عجوه، دي سهله قوي تلاقوها لانها بتدي طاقه رهيبه. ولبن، ايه اللي بقى مش عندك بقى في البيت؟ قول لي كده. انا عندي لبن. عندك لبن اكيد، وعندك ايه كمان؟ زبده وكاكاو. وكاكاو وايه كمان؟ بس كده. فاضل العجوه يعني، صح؟ عجوة والسوداني. العجوة والسوداني، السوداني سهلة قوي، صح؟ سهلة قوي قوي يعني. طبعا زي ما احنا شايفين كده انه احنا طبعا قاعدين انا وايتن اللي بنعمل على النار علشان نقدر احنا نمسك النار، احنا كبرنا شوية، بس الأستاذ آدم لازم يبقى مامته بتساعده، صح؟ وبعدين آدم هيساعدنا في حاجات تانية دلوقتي. ممكن بقى تساعدنا في ان احنا اللي يخلص تحطه تحت في الدرج مثلا. ايوه برافو. شايفه بقى ايه؟ زي ما انت شايفه كده يا استاذه ايتن، طبعا العجوه بتدوب، بس بتدوب بالراحه. بصي لا تعالي نمشيها بقى في عقرب ايه، احنا خلاص هي ساحت تقريبا، مع اللبن بقى تبتدي تغلي كده. اوكي بالظبط، واحنا بنعملها في اتجاه واحد كده عشان تسيح اصعب. بالظبط. ايه ايتن؟ نفس الاتجاه يا تونه. ماشي، شطاره وحلاوه وطعام. متابع يا دودو عشان تقول لماما تعمل ايه؟ عجوه. عجوه في اللبن. اوكي. اوكي برافو. طيب هي بتسيح اهي، امسكي دي كملي كملي، دي اسهل. ماشي
اهو كده. ممكن مثلا نحط ده تحت برضو، صح؟ يلا، ايه رايك يا قدومي انت اللي تحط لنا الشوكولاته؟ يلا، لا الشوكولاته الباودر الكاكاو يعني. يلا حط الكاكاو، ما تخافش حط. ايوه كده ماشي، شكرا جدا. ونقلب مع بعض، نقعد نقلب. ايه اللي حصل؟ شبه ريحه الكورن فليكس. شامم ريحته فظيعه ازاي شامه؟ اوكي حط، حط اللي يخلص حطه في الدرج تحت على طول. ده اللي احنا بنقوله ان احنا واحنا بنساعد ماما اول باول نحط الحاجات في الحوض، لو نعرف نغسلها حاجه بسيطه نغسلها، صح؟ ما نبقاش بقى ايه سايبين المطبخ بقى ماما تندم ان احنا ساعدناها، صح ولا مش صح؟ شايفين الريحه يا جماعه؟ شامين اللي انا شماه؟ طب ايه رايكم دلوقتي وقت ان احنا نحط الايه؟ الفانيليا. يلا يا قدوم. لا فانيليا دي مش الفانيليا. ساعديه ساعديه يا ايدي. دي ايوه. يلا. يا ولد حركات ولمسات سحريه. لمسات سحريه خطيره. لمسات سحريه خطيره زي ما احنا شايفين. اهو ساحت خالص، عايزين نطلعها بس بره شويه عشان نقلب وتبقى بتندمج في بعض. فاضل ايه يا ولاد؟ فاضل ايه؟ مش سامعه. الشوكولاته والزبده. شوكولاته الخام والزبده والايه؟ السوداني. لا خلوا السوداني دلوقتي، هاتوا الشوكولاته الخام. يلا يلا حط. لا هنحطها بال هات. طب انت ساعديني انت، يلا يا ايتون حطي لي الشوكولاته وانا بقلب عشان لازم افضل اقلب. انا ابعدها شويه كده عن ال... يلا يلا يا ايتونه شطوره يا ايتونه، لما نحط الشوكولاته بيحصل ايه يا ولاد؟ قولوا لي بيحصل ايه؟ الشوكولاته بتتقل مبدئيا وطعمها بيدي تكستشر تاني. شايفين ساحت ازاي خالص؟ شامين بقى ريحتها بقت ايه؟ شبه ريحه الكورن فليكس برضو؟ اه. طب انا هغير لك فكرتك دلوقتي حالا حالا. حلو قوي كده، كفايه كده. يلا نحط تحت، هاتي دول. يلا حطيها تحت اهو، ونخلصه نحطه تحت. يلا كده فاضل ايه بقى؟ الزبده والسوداني. هي مناديل اهي، ايه رايك تنضف كده؟ ماشي. وانا هحط الزبده دي يا سيدي على الزبده بقى، اما تنزل في الشوكولاته دي ما اقولكوش هيحصل ايه حالا. هنشم بقى مع بعضينا. وفاضل الايه؟ سوداني. سوداني. يلا بينا، مين هيحط لي السوداني؟ أنا. يلا حط لي السوداني. يلا على النار بقى، هنحط نرجع النار تاني يا سيدي. انا يا سيدي انا 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 ايوه يا سيدي. شكرا جدا، حلو قوي الكلام ده. ونقلب نقلب 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 نقلب. يلا نقلب يلا قلبي بقى انت كده كمان. يلا نحط دول كمان، مش هنسيب سوداني عندنا اكيد. يلا قلبي 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 قلبي. ماشي. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ طبعا انا مجهزه لكم اوريدي واحده عشان هتبقى سخنه قوي لما نيجي ندوقها. نعمل ايه؟ هنحط، هنجيب فين البرتقال بتاعنا اهو، البرتقال بتاعنا اهو، ونبقى بنخزنه ها علشان ماما تبقى الصبح بتقول لنا ايه بقى، بتدينا الشوكولاته بتاعتنا في اللانش بوكس بتاعنا، او الصبح بنفطر بيها مثلا مع الساندوتش بقى كده، مع الـ مع العيش الفينو مثلا او التوست، او ممكن نعمل منها بولات صغيره. انا عايزه تحطيها في اللانش بوكس. والبولز دي نحطها مثلا في الثلاجه. عايز تعمل بيها ايه؟ تحطها لي في اللانش بوكس. الثلاجه ايه؟ لانش بوكس لا، لو عملناها كور صغيره وحطيناها في الثلاجه ممكن تبقى برضو ايه؟ تجمد. وتبقى تجمد اه، تبقى زي سناك مثلا برضو، تاخدها كده معاك المدرسه، تاخدها الصبح. طبعا هي زي ما انتم شايفين وشامين ريحتها ايه؟ حلوه خطيره، ريحتها خطيره برضو. لازم نسيبها تهدى شويه طبعا بعد ما احنا سيحناها كده خالص، عشان برضو ايه قوامها يمسك. وبعد كده هنحطها في برطمان شبه ده، فتطلع لنا في الاخر عندنا برطمان شوكولاته. تعالوا ندوقه مع بعض ونشوف كده ايه اخباره. ايه رايكم؟ دوق كده يا استاذ.
وهم بيدوقوا بقى كده. اقول لكم ان احنا بكده نبقى وصلنا لختام رحلتنا النهارده، بس طبعا 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 عندنا اغنيه حلوه قوي 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 هنروح نسمعها، وبعد كده هنقول لكم باي باي بعدها. استنونا في رحله جديده الاسبوع الجاي مع اطفال واسر مختلفين وجداد وحلوه. قول طب قول لهم بقى حلوه قوي واعمل لهم باي باي. باي.